السلام عليكم خوتي، في هذا الفيديو غادي نشارك معكم مجموعه من الاخبار الجد مهمه واللي عندها علاقه بفتح الحدود الجويه والبحريه والمعابر الحدوديه لسبته ومليليه، حيث طالب رئيس مليليه بفتح المعابر الحدوديه وتجاوز الخلافات السياسيه. في المقابل وفي خطوه لتاكيد سيادته، المغرب يلغي صفة الحدودية ويغيرها بالمفوضية. يعني هنا كنهضروا على سبتة ومليلية، وهنا كيبان باللي غادي يبدا اللعبة اخوتي. كذلك اليوم كما عارفين ساعة الحسم فيما يتعلق بالقرار ديال إعادة فتح الحدود، وهنا أعضاء اللجنة العلمية ينادون بفتح الحدود وينتظرون قرار الحكومة، ونحن كذلك الجالية المغربية والمغاربة ننتظر بفارغ الصبر هذا القرار، وكلنا والمؤشرات كلها كتقول باللي سيعلنون عن فتح الحدود. خوتي قبل ما نمشيو للتفاصيل ديال جميع هذه الأخبار، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم، كثروا من اللايكات بزاف ونمشيو للتفاصيل، ولكن بزاف لايكات عافاكم. السلام عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. خوتي وصلنا لساعة الحسم فيما يتعلق بالقرار ديال إعادة فتح الحدود. يعني كنا وكل المؤشرات كتقول باللي غادي تفتح الحدود من جديد، الحكومة المغربية ستعلن عن إعادة فتح الحدود، وهذا الشيء اللي قلنا لكم يعني في فيديوهات سابقة، قلنا لكم اللي عندنا أخبار غير رسمية كتقول باللي الحدود ستفتح ما بين يعني فاتح فبراير حتى 15 فبراير، وهذا الشيء اللي كيبان يعني من خلال عدة تصريحات لا ديال رئيس الحكومة المغربية ولا ديال الناطق الرسمي ديال الحكومة ولا وزير الخارجية ولا وزير الصحة، يعني كل يعني التصريحات ديالهم يعني في السياق ديال أن الحدود ستفتح من جديد. آخر تصريح كان ديال وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة اللي قال باللي الحدود ستفتح لكن يعني غادي تكون شروط، وحنا كنتمناو أن الشروط تكون عادية كما جايبين كنقولوا في جميع الفيديوهات، يعني تفتح الحدود بشروط عادية وهي أن الملقحين يعني يدخلوا بدون الاختبار ديال بي سي ار، والغير ملقحين يكون اختبار ديال بي سي ار سلبي، ويكون إذا زادوا فيه كاع يعني يكون الحجر المنزلي أو الحجر الفندقي 7 أيام ولا 3 أيام، المهم شيء من هذا القبيل، المهم ما يحرموا حتى شي مغربي أنه يدخل لبلاده. هذه من جهة، ومن جهة أخرى كنشوفوا اليوم أعضاء اللجنة العلمية ينادون بفتح الحدود، وهذا الشيء اللي غادي يكون إن شاء الله، وينتظرون قرار الحكومة، وحنا كاملين ننتظر قرار الحكومة. لا يزال المواطنون المغاربة ينتظرون قرار الحكومة برفع قرار إغلاق الحدود الذي يرى خبراء اللجنة العلمية ضد الكوفيد أنه لم يعد له أي داعي أو أي مبرر علمي إلى حد الساعة. وفي هذا الإطار قال سعيد متوكل عضو اللجنة العلمية ضد الكوفيد ضمن تصريح لهذا الصحيفة أنه لا شيء علمي يمنع إبقاء الحدود مغلقة، مؤكدا أن المتبقي هو تحديد موعد وتاريخ إعادة الفتح من قبل الحكومة تماما. وخشنا وسمعنا في التصريح الأخير ديال وزير الخارجية كيقول أن يعني الحالات ارتفعت، ولكن الحالات اللي ارتفعت بلادنا ما عندها حتى شي علاقة بارتفاع الحالات في هذه الدول اللي عايشين فيها، فرنسا إسبانيا بريطانيا، يعني المئات الآلاف والحدود مقفولة. ولهذا فهذا التصريح أو هذا التقرير ديال أن الحالات ارتفعوا في بلادنا فراه ماشي مبرر، ولكن هذا فقط يعني إذا كانوا هاد الناس ما نعرف كيلعبونا وكيجمعوا داك التقرير باش يبينوا باللي انهم عندهم الحق وباللي الحدود ما غاديش تحل. فهذا الشيء هذا لا يقبل اخوتي، حنا عارفين باللي هنا الحالات جد يعني مرتفعه مقارنه مع المغرب، وهاد الناس كنشوفوهم لا بريطانيا ولا المانيا ولا فرنسا ولا اسبانيا كيشوفوا انهم يحيدوا هاد الشروط اللي عندهم ديال الكمامات وديال هادشي هذا كامل، كيشوفوا انهم غادي يحيدوا دابا، وحنا يعني مازال لحد يومنا هذا يعني غالقين الحدود ديالنا وفي وجه المواطنين ديالنا. المهم اخوتي غادي ننتظروا يعني القرار، وانا متاكد 99.99%
انه غادي يكون القرار ديال فتح الحدود، لكن ما دائما نخليو داك المفاجاه ديال الحكومه ديالنا، فهمتي؟ دائما داك المفاجاه، لان هاد الناس واخا ما تثقش. تفهمنا؟ هذا نجي اخوتي نطلبوا الله خير ونمشيو نشوفوا رئيس حكومه ديال المليليه اللي يطالب بفتح المعابر الحدوديه مع المغرب وتجاوز الخلافات العالقه. هنا توحيد المواقف السياسية يطبع خرجات المسؤولين الإسبان بعد إعلان الملك فيليب السادس رغبة بلاده في طي الخلاف الدبلوماسي مع الرباط، حيث التحق رئيس مليلية المحتلة بركب الداعين إلى عودة العلاقات مع المغرب. وأيد إدواردو دي كاسترو رئيس مليلية المحتلة دعوة الملك فيليب السادس الذي مد يده قبل أسبوع إلى المغرب للسير معا مع إسبانيا والبدء في تجسيد العلاقة الجديدة على ركائز أكثر قوة ومتانة. هنا الحكومة المغربية كتشوف باللي هذه الخطوة اللي قدمت عليها إسبانيا هي غير كافية، فقط تصريحات وأقوال، والمغرب اللي باغي أفعال، واللي كما عارفين حنا كاملين اللي باغي المغرب باش ينتهي هذا النزاع اللي كاين ما بين اسبانيا والمغرب. فاسبانيا يعني خصها تعترف بمغربيات الصحراء، وشنا باكو اللي عنده شويه درايه بهذه الامور يعني يوجه نداء للسلطات الاسبانيه والعائل الاسباني بالاعتراف بمغربيات الصحراء اذا بغاو هاد الاسبان انه ينتهي هذا النزاع الموجود ما بين اسبانيا والمغرب. وردا على سؤال صحفي حول مستقبل العلاقات المغربيه الاسبانيه، أعرب دي كاسترو عن رأي مفاده أن مدريد كانت دوما منصة للحوار البناء وكانت تعمل بشكل جيد مع الرباط، معترفا بوجود نقاط خلافية فجرت تحالفا استراتيجيا كان دائما متينا. وقد اعترف المسؤول ذاته بأن المغرب لديه سياسته الخارجية الخاصة وسلسلة من الشروط والمزاعم فيما يتعلق بالصحراء المغربية، لكنه حتى على عدم خلط بين الأمور التاريخية والسياسية، لأن سبتو مليليا مدينتان إسبانيتان وأوروبيتان منذ قرون. ودعا رئيس مليليا المحتلة إلى فتح الحدود مع المملكة مضيفا: يجب أن تستقر العلاقات قليلا، ويجب على المغرب أن يأخذ في الحسبان أن الأمور لا يمكن حلها بهذه الطريقة، لذلك من الضروري استعادة علاقات حسن الجوار، وأنه يجب أن نسير جنبا إلى جنب. وأنا يعني وكرأي شخصي كنقول علاش هاد الناس يعني بما أنهم يعني عندهم رغبة وطموح أنهم ينهيوا هذا الخلاف اللي كاين ما بين إسبانيا والمغرب، علاش ما يعترفوش مغربية الصحراء ويهنيونا وترجع الأمور إلى طبيعتها؟ يعني في كاين الإشكال. هذا فقط يعني الرأي ديالي الخاص. إذا بغاو ينتهي هذا الخلاف وتفتح لنا الحدود الجوية والبحرية والمعابر الحدودية وكل شيء يرجع إلى ما يرام، علاش ما يعترفوش بمغربية الصحراء وهما عارفين هذه القضية هذه؟ فقط كما قال تشابي، إذا اعترفوا بمغربية الصحراء ففي أسبوع، أقل من أسبوع غادي يرجع كل شيء للطبيعة ديالو. ولكن إذا بقاو هما داك التصريحات وداك الأقوال وهذا ما غادي يكون والو أخوتي. المهم حنا هذا الشيء ديال سبتة ومليلية والبحرية حتى هي يعني الحدود البحرية حتى هي غادي نخليوها على جنب حتى نشوفوا فين غادي ينتهي الأمر بهذا الأخذ والرد وهذا ما بين الحكومة المغربية والإسبانية. وفي رد على هذا الطلب ديال رئيس مليلية كنشوفوا، وفي خطوة لتأكيد السيادة المغربية، كنشوفوا باللي المغرب كيلغي الصفة ديال الاسم ديال الحدودية المعابر الحدودية، بالي يلغي صفة الحدودية عن معابر سبتة ومليلية. يعني شرعت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا في إحدى تغييرات هامة على مستوى المراكز الأمنية المتواجدة بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك من خلال إسقاط صفة الحدودية عنها. وهذا يعني كيبين باللي هذا الشيء هذا راه غادي يكون طويل اخوتي. وحسب مصادر مطلعه فان المديريه العامه للامن الوطني وجهت برقيه المراكز الامنيه بمعبري باب مليليه وسبته المحتلتين لاعاده صياغه التسميات وحذف كلمه الحدوديه، لتتحول تسميه هذه المراكز من المفوضيه الحدوديه للمفوضيه الامنيه فقط دون المصطلح الدال على كونها مركز حدودي. وياتي هذا القرار في اطار اقرار سياده المغرب على كل من سبته ومليليه السلبيتين،
والتي بدأت ببوادرها تظهر مع نهاية السنة المنصرمة عقب تصريح لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني في مقابلة أجرتها معه قناة الشرق أو الشروق للأخبار، والتي أكد فيها أن 6 مليار من النقاط التي من الضروري أن يفتح فيها النقاش، وإن هذا الملف معلق منذ خمسة إلى ست قرون لكنه سيفتح يوما ما. ودفع تصريح عثماني حينها وزارة الخارجية الإسبانية إلى استدعاء سفيرة المغرب لدى مدريد كريمة بن عيش لتوضيح الأمر، حيث أكدت الوزارة في بيان صدر في أعقاب الاجتماع مع السفيرة أن إسبانيا تتوقع من جميع شركائها احترام سيادتها ووحدة أراضيها، وتخضع وحتى المغرب يعني وحدة أراضيه كنهضروا على الصحراء المغربية، وتخضع مدينتين سبتة وليلية للاحتلال الإسباني منذ القرنين 16 و17 على التوالي، وهما المنطقتان الوحيدتان المتبقيتان لإسبانيا في إفريقيا. تفهمنا أخوتي؟ يعني هذا الشيء هذا كيبان عاد غادي يبدأ. مهم ما نطولش عليكم بزاف، هذا كان يعني كل ما يتعلق بفتح الحدود البحرية والجوية والمعابر الحدودية ديال سبتة وليلية. خوتي كما عارفين اليوم الماتش ديال المغرب ثم النهاية ديال كأس إفريقيا مع الملاوي، حظ موفق للمنتخب المغربي، تهلاو لفراسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.